ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. عايزين نقول ايه الفرق بين الدلع والحب؟ ان انا اقول لحد انت مدلع ابنك قوي، لا انت بتحبه قوي. ايه الفرق بين الدلع والحب؟ الدلع ان انا بوافق للطفل على اي حاجة يطلبها، حتى لو فيها ضرر عليه عادي بجيبها له، وده بيكون دلع زيادة، بيؤدي الى سلوكيات سيئة في كل شيء، بيخلي ابني سلوكه سيء في كل شيء، في كل حاجة. تمام، ده الدلع. يبقى الدلع ان انا بعمل او بوافق للطفل على كل حاجة بيطلبها، حتى لو الحاجة اللي بيطلبها دي هتكون غلط عليه بوافق له عليها برضو، ده الدلع. لكن الحب ان انا بوافق على كل اللي هيفيد الطفل، لكن الحب ان انا بوافق على كل اللي هيفيد الطفل. تمام، وينظم وقته ويظبط سلوكه ويحافظ على صحته. لكن الحب ان انا بوافق على الحاجة اللي هتفيد الطفل وبتنظم وقته والحاجة اللي هتظبط سلوكه وتحافظ على صحته. تمام، ده الحب. يبقى ده الفرق بين الدلع والحب. ياريت نحب ولادنا من غير ما ندلعهم زيادة. تمام، نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.